هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفاجيدرو ليبرمان بالرد بقوة على أي توغل عسكري سوري في المناطق منزوعة السلاح في الجولان المحتل. وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أنه يحافظ أو سيحافظ على اتفاق فك الارتباط لعام 1974 والالتزام ببنود الاتفاق كافة. وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء الأحد لهجوم إسرائيلي استهدف مطار تيفور العسكري بريف حمص، وأسقطت عددا من الصواريخ وأصابت إحدى الطائرات المهاجمة وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء.